تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة بإنشاء بيوت الشعر في الأقطار العربية، افتتح سادس بيت للشعر في العاصمة السودانية الخرطوم. مفادنا رعد أمان والتفاصيل. إشراقة جديدة من شمس بيوت الشعر العربية التي أطلعها إلى الوجود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهذه المرة في سماء السودان وفي أفق خرطومه العامرة، ليكون بيت الشعر في الخرطوم هو نبض النيلين كما يصفه شعراؤهم، يجري بنمير الأدب والإبداع. لا يسعنا إلا أن نشكر الشارقة التي صنعت لشعراء السودانيين هذا البيت الذي ينتظر منه الكثير. جاء حفل افتتاح بيت الشعر في الخرطوم باهيا وزاهيا، مضمخا بالأهازيج والعروض الشعبية السودانية التي أضفت على المكان سعادة وبهجة، وبحضور الطيب حسن بدوي وزير الثقافة السودانية، وسعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، ورشيد هارون وزير الدولة بوزارة الثقافة، وأسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار، والبروفيسور محمد أحمد سليمان مدير جامعة الخرطوم، ورحمة الشامسي ممثلا عن سفارة الإمارات في الخرطوم، ومحمد القصير مدير الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، والدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر في الخرطوم، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وجمع كبير من الأدباء والشعراء والمثقفين وأهالي المدينة. وبعد قص الشريط إيفانا بافتتاح البيت، قام الحاضرون بالتجوال في أرجائه وقد ازدان فرحا باستقبالهم، واطلعوا على مرافقه المختلفة من قاعة للأنشطة مجهزة بأحدث الوسائل لاحتضان مختلف الفعاليات الثقافية والأدبية، وأجهزة السمع بصري، ومكتبة شعرية متكاملة موزعة على جدران البيت كله تحمل أسماء شعراء ومرتبطة بمكتبة جامعة الخرطوم. وفي حفل الافتتاح الذي أقيم في الساحة، ألقى سعادة عبد الله العويس كلمة أكد فيها حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على أن يكون السودان إحدى محطات المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة إنشاء بيوت الشعر. وتقديرا من سموه لهذا البلد الذي تتنوع فيه مشارب الفنون والإبداع، الأمر الذي يؤكد بأن الخرطوم محطة هامة في أن يحتضن بيت الشعر فيها. كما ألقى معالي وزير الثقافة السوداني كلمة ثمن فيها المبادرة ومرحبا بوفد الشارقة. وفد الميمون وهم حضور بيننا من الشارقة، وهذه فرصة للتحية والشكر والتقدير للرجل الكبير الشيخ الدكتور سلطان القاسم حاكم الشارقة لهذا العطاء المهم في وقت مهم. الأمة العربية تعيش هذه الأيام كما تعلمون واحدة من ساحات ظلماتها، التي نرجو الله بمثل هذه الإضاءات الشعرية والفكرية، بمثل هذه المجهودات الثقافية التي تظهر هنا وهناك. وتنوعت فعاليات حفل الافتتاح ما بين إلقاء الكلمات وإنشاد القصائد المعبرة عن الفرحة بهذه المناسبة السعيدة. ما إن نطقت وقلت شارقة الرؤى الفيحاء حتى بدلت تبديلا، فجرت كأن الريح طي حروفها وكأنها جنت هوى وصهيلا. واستمرارا لفعاليات الافتتاح، احتضنت قاعة التعليم العالي الأمسية الشعرية الكبرى الأولى لبيت الشعر بحضور مساعد رئيس الجمهورية السودانية عبد الرحمن الصادق المهدي. هنيئا لشعراء السودان بيتهم الذي أشرق بنور الشارقة، وهنيئا للشعر العربي هذه الدرة السنية السادسة النابضة بشعاع الثقافة والآداب والإبداع، وما زالت المسيرة مستمرة. لأخبار الدار كان معكم رعد أمان، ومصور سامح عبد الرازق من العاصمة السودانية الخرطوم.